طبعا هو سؤال حضرتك مهم جدا، وزي ما انت عارفة في اغلب حلقاتنا بنتناول الموضوعات من منظور اخطاء التفكير، ان غالبا مش اللي بيأثر فينا الحدث بس، غالبا اللي بيأثر فينا رؤيتنا احنا لهذا الحدث وتقييمنا احنا للحدث، حتى لو كان الحدث ده ازمة بالنسبة للبعض. فالمشكلة مش في الازمات اللي بنتعرض لها، المشكلة في تقديرنا احنا لهذه الازمات، وتقديرنا لازماتنا ده امر متروك بايدينا لوحدنا. كويس، الشيء بالشيء يذكر، ان كل يعني لما بنيجي نقول لحد كل سنه وانت طيب، ده من ضمن الاخطاء البرمجيه للافكار اللي احنا بنعملها. سنه فقها مرتبطه بالشقاء، قال تزرعون 7 سنين دأبا، يعني فيهم تعب، فلبث في قومه 1000 سنه الا 50 عام. الفكره هنا ان انا بقول سنه وانا مش واخد بالي دلالة سنة دي بتحمل معايا ايه. اما عام وده الاصل هو اللي فيه ايجابية مفهوش سلبية، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يا عزيزي، العام ليس اكتر من مجرد وقت بيمر عليك، انت من تحدد الوقت ده هيمر ازاي. طيب لو انا عايز السنة اللي فاتت دي استفيد منها، اولا قبل الساعات القليلة دي ما تمر والسنة تنتهي، اقف مع نفسك كده وقفة بسيطة وارجوك لا تتحمل ما تحملته من اجل شخص ما قدرش اللي انت وقفته معاه، ولا تتحمل ما تحملته من اجل موقف انت شلته لوحدك، ولا تتمادى في تحمل كثير من اخطاء غيرك، ولا تتنازل عن انك يعني تنجي نفسك من حد ممكن يكون بيستغلك، وما تقربش من حد غير لما يكون هو بيقدر هذا القرب معاك، وما تقدرش حد غير لما يكون هو بيقدرك، وما تردش غيبة حد الا لما يكون هو فعلا يستحق ده، وما تقفش جنب حد الا لما يكون فعلا انت شايفه اهل لده، وما تساندش حد الا لما تلاقي ان هو فعلا في خير لده، لانك لما تصنع الخير في اهل الخير هيترد لك خير، ولما تصنع الخير في غير اهل الخير هيترد لك خير، بس من باب اولى انك تصنعه في اهل الخير الاول. يعني اصنع المعروف باهله فان لم يصادف اهله فانت اهله، مش كده؟ ولكن انا اتحرى ان هو يصادف اهله. بمعنى ان انا ما اجيش على نفسي علشان خاطر حد هو في الغالب ما يستحقش، لكن ممكن يكون هو يستحق يفاجئ على نفسي واكتر. ان انا ما اضغطش نفسي عشان حد هو ما يستاهلش، لكن ممكن هو يستاهل فاجئ على نفسي واكتر. ان انا ما ضيعش من وقتي وجهدي ومالي وصحتي ونفسيتي علشان بعض الناس هي ممكن تكون ما تستحقش او ما تستاهلش، لكن في ناس تستحق وتستاهل واكتر، مش كده؟ اذا تخير انت هتعمل اللي هتعمله مع مين اهم من انك هتعمل ايه. اوكي، والعلاقات ما بين الناس للاسف بتيجي على سبيل الاحاسيس والمشاعر، والاحاسيس والمشاعر مش دايما بتكون صادقه لان بيحركها افكار، ولقينا ان افكارنا في الغالب بتكون مشوهه اللي بنسميها تشوه في المعرفه. وقلنا ان الكوجنيتيف ديستورشنز دي زي ما ذكرناها في الاول، عام ولا سنه، حاجه احنا مش واخدين بالنا منها، كلنا بنعيشها كلنا بنمارسها، عشان حاجتين هم بس اللي انا هعملهم من سنه فاتت وسنه جايه اضمن ان انا خرجت من نجاح لنجاح اكبر. الحاجه الاولى في السنه اللي فاتت، خلاص السنه قربت تخلص، فاضل لك وقت قصير قوي، وانت عارف كويس قوي ان خلال السنه دي انت عشت كم من العادات السلبيه، احصرها وخد عهد بينك وبين نفسك ان السنه تنتهي وانت ما بتعملهاش. اولا الحساسيه الزايده السنسيتيفيتي بتعمل كده، يعني الشخصية الحساسة بتبقى كده. الشخص الحساس ده دايما بيلوم نفسه عشان اللي حواليه، دايما بيلوم نفسه على أي تقصير، دايما يتفضل بشيء فاللي حواليه يتهموه بالتقصير لو ما عملوش، رغم انه في الأصل كان يتفضل بيه عليهم. الشخصية الحساسة دي بتفضل شوية كده مع الوقت تتحول من فيري سنسيتيف بيرسوناليتي لهايبر تنشن بيرسوناليتي، من انها شديدة الحساسية إلى انها شديدة التوتر. ده كاركتر. الكاركتر التاني ده بيعاني من خطأ في التفكير اسمه لوم الذات، جلد الذات، لوم النفس. اجي اسألك يا دكتورة رانيا عاملة ايه النهاردة، تقولي لي والله يا دكتور انا ندمانة جدا على اللي حصل السنة اللي فاتت وخايفة قوي من اللي هيحصل السنة الجاية. اجي بكرة اسألك يا دكتورة عاملة ايه النهاردة، انا والله ندمانة على اللي حصل وقلقانة من اللي هيحصل. يبقى حضرتك كل يوم للأسف بيضيع منك بإرادتك أو غير إرادتك، بوعي منك أو لا وعي منك، بشعور كامل أو لا شعور خالص، بيضيع ما بين ندمك على اللي فات وقلقك من اللي جاي. طب ودلوقتي بتعملي إيه؟ ما أنا قلت لك أنا بندم وبقلق. ما بين الاتنين دول الندم والقلق
انت بتضيعي اغلب قدراتك اللي ربنا اداها لك. وده الكاركتر التاني. الكاركتر التالت هو الشخص اللي عنده انتفاخ في الضمير. الشخصيه بيحكمها ثلاث مكونات رئيسيه: المكون الشهواني ده اللي يشترك فيه الانسان والحيوان، والمكون العقلاني اللي هو الانا، والمكون الاخلاقي اللي هو الضمير. نقول كمان ثلاث مكونات رئيسيه بيحكموا تكوين اي شخصيه. المكون الاول اسمه المكون الشهواني، كويس؟ والمكون الشهواني ده يشترك فيه الانسان والحيوان لان الاثنين عندهم شهوه. الثاني المكون العقلاني اللي هو فيه الانا. الشهوه دي تتطبق ازاي؟ انا جعان اكل فين، وحلال ولا مش حلال، وصح ولا غلط، وامتى انا عايز اعمل جنس اعمله ازاي، وحلال ولا حرام، صح ولا غلط. المكون العقلاني اللي هو الانا هو اللي بيحكم كل الرغبات في المكون الشهواني. المكون الاخلاقي هو اللي بيسيطر او المفروض انه يسيطر او بيراقب او المفروض انه بيراقب هذا المكون العقلاني. خلينا نسمي المكون العقلاني الانا ونسمي المكون الاخلاقي الضمير. الناس اللي بيبقى عندها انتفاخ في الانا بيبقى عندها انكماش في الضمير، لان انا منتفخه فضميره انكمش، العكس اللي حضرتك سالت عليه. الشخص اللي منتفخ الضمير تلاقيه منكمش الانا. حقك عليا لكون زعلتك النهارده، بالله عليكي ما تكوني زعلانه، اوعي اكون ضايقتك، اوعي من غير قصد اكون يعني لمحت الحاجه ما عجبتكيش. وتلاقيه عنده لزمات في كلامه زي انا اسف، حقك عليا، يا رب تكون بخير، معلش لو زعلتك، يا رب ما اكونش ضايقتك. اللزمات دي دايما بتكون موجوده. انتفاخ الضمير بيخلي الانا اقل بشويه. لذلك المفروض بنعمل بالانس ما بين الاثنين، كويس؟ جلد الذات بيجي في الثلاث نماذج اللي احنا اتفقنا عليهم. اما ان يكون خطا في التفكير اسمه لوم النفس وجلد الذات، واما ان يكون عند الشخصيه الحساسه اللي هي السنسيتيف بيرسوناليتي، واما انه يكون عند الناس اللي ضميرها منتفخ اللي هي الاوبسيسيف. وخليني اقول لك ان من اهم الاخطاء اللي انا شفتها على مدار السنه اللي فاتت من ناس كتير قابلتها باختلاف جنسياتهم واعمارهم وثقافاتهم كان اللي حضرتك بتقوليه ده، ان انا ابروفد اور نوت ابروفد، ان انت راضي عني ولا مش راضي عني، انت متقبلني ولا مش متقبلني. وخليني الفت نظرك لنموذجين في منتهى الخطوره يوصلوا للناس السؤال الجميل اللي انت زودتيه، لانه بيعكس قد ايه ممكن ناس تعيش حياتها وهي بتعاني وهي مش واخده بالها ان هي بتعاني. انت عندك ممثل كوميدياني فظيع كل الناس كانت بتشوفه تضحك اسمه روبن ويليامز. كلنا فاكرين ان روبن ويليامز ده كان يعني غايه سعادته في ان اللي حواليه يكونوا سعداء. روبن ويليامز مات منتحر ليه؟ كان جاي على نفسه قوي علشان يسعد كل اللي حواليه. في ممثل تاني يعني غير الممثلين عندك نماذج كتير قوي، بس خلينا نشوف مثلا معشر الكتاب. في كاتب انا شخصيا استفدت منه جدا وتربيت على كتبه وقرات عليها حاجات كتير اسمه ديل كارنيجي. ديل كارنيجي الف ما يزيد عن 13 كتاب في علم النفس والتنميه الذاتيه. ال 13 كتاب اتفرعوا لما يزيد عن 20 كتاب فرعي. ديل كارنيجي مات منتحر برضه للاسف. سيدنا الامام علي يقول: قلوب خلت من محبه الله فابتلاها الله بحب غيره فاصبحت اسيره قبوله او رفضه. وصلت؟ أيه. ان انا اكون مكتفي بيني وبين نفسي، لا انا بعمل اللي عليا، انا ما قصرتش في حق حد، ان شاء الله الامور هتبقى ماشيه كويس.